دكتور مؤمن دكتور مؤمن الجندي. الجندي، اهلا بحضرتك. صباح الخير، صباح الفل عليكم. صباح الفل يا فندم. شايف مواجهة النهاردة ازاي، وايه افضل نتيجة ممكن يحققها الزمالك؟ اكيد طبعا، يعني مباراة صعبة النهاردة، مباراة نهائية بتجمع نادي الزمالك في ارض المغرب شقيق، مباراة طبعا يعني بكل تأكيد نتمنى فيها الفوز لنادي الزمالك، ولكن بادئ ذي بدء زي ما بيقولوا كده. يعني نادي الزمالك طبعا كعبه عالي على الفرق المغربيه بشكل عام، وتاريخيا نادي الزمالك بيتفوق في المواجهات المباشره مع الفرق المغربيه، انه طبعا يعني على نهضه 23 بركان بالاخص. طبعا 23، لا 23 مباراه على المستوى العام في مواجهات الفرق المغربيه، انتهت ب 13 فوز لنادي الزمالك. نادي الزمالك يعني خمس هزائم فقط وخمس تعادلات، واحرز 32 هدف، فيمكن دي يعني احصائيه بسيطه جدا بتوضح نادي الزمالك طبعا متفوق على الفرق المغربيه. فنيا يمكن اخطر شيء النهارده بيهدد نادي الزمالك في المباراه هي الضربات الثابته لفريق نهضه بركان، لان طبعا عندهم اللاعب ياسين البحيري، ده يمكن من اخطر اللاعبين اللي بيستطيع ان هو يعني ينفذ الركلات الثابته او الضربات الثابته. طب ايه افضل نتيجه ممكن يخرجوا بيها النهارده قبل ماتش العوده؟ والله اي نتيجه ايجابيه لنادي الزمالك اعتقد ان هي هتكون في مصلحته يعني بشكل كبير جدا، ولكن نادي الزمالك انا بقول ان هو يعني من وجهه نظري الفنيه ان هو لابد ان هو يعني يحقق الفوز حتى ولو بهدف، عشان يكون طبعا مباراه العوده شبه يعني مضمونه بعض الشيء، خاصة ان احنا مباراة العودة هتكون في وسط الجماهير المصرية اللي بتؤازر نادي الزمالك بشكل كبير. نادي الزمالك ايضا على المستوى الفني يمكن جوميز بدأ الاستعدادات النهائية بقى والرتوش النهائية على التشكيل، وطبعا طب متوقع التشكيل ممكن يبقى ازاي النهاردة؟ طبعا تشكيل نادي الزمالك محمد عواد في حراسة المرمى، الخط الدفاعي ايضا احمد فتوح وحمزه المكلوسي وحسام عبد المجيد وعمر جابر، دول برضو اكيد يعني هيبداوا. هي الفكره كلها في وسط منطقه وسط الملعب، نبيل عماد دونجا، محمد شحاته، احمد حمدي، زيزو والجزيري ونضاي. اعتقد ان يعني الاختلاف شويه ممكن يكون في مين هو بديل مصطفى شلبي، وان كان هو الاقرب طبعا نضاي، فاعتقد ان محمد شحاته برضو مع احمد حمدي يعني بنسبه كبيره هو ده التشكيل المتوقع اللي انا متوقعه ان جوميز يبدا بيه المباراه يعني. طب والغيابات بقى اخبارها ايه في فريق الزمالك؟ يمكن الغياب الابرز فنيا هو غياب مصطفى شلبي، لان طبعا يعني كان بيعتمد عليه جوميز مقتنع بيه بشكل كبير جدا في تشكيل نادي الزمالك. شيكابالا طبعا غايب للاصابه، ولكن يعني تاثير شيكابالا ليس بالكبير خاصه في مباراه الذهاب. شيكابالا يعني هو طبعا هيغيب عن مباراه الذهاب والاياب، ولكن اعتقد ان كان ممكن يكون ليه دور كبير جدا في مباراه العوده، خاصه انها هتكون في القاهره، فاعتقد ان كان وجود شيكابالا داخل ارض الملعب هتكون يوم 19 يا دكتور مش كده؟ ان شاء الله. فان كان جوميز ما بيعتمدش على شيكابالا بشكل اساسي في المباريات، ولكن اكيد وجوده في حتى على دكه البدلاء مع اللاعبين اعتقد ان هو بينقل ثقه وخبره للاعبين الصغار داخل نادي الزمالك يعني. طيب يعني مبدئيا التشكيل مبشر، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. دكتور مؤمن الجندي الناقد الرياضي، مشكورك على وجودك معانا وعلى معلوماتك الهامه دي. هنروح